يا بني، لسنا من هؤلاء الذين يقيمون الحروب لشهوة حكم أو سيطرة أفراد، فنحن بالإسلام نحيا وللإسلام نموت. السلام عليكم. قيام الإمبراطورية العثمانية، إمارة آل عثمان. استولى جنكيز خان في الربع الأول من القرن الثالث عشر الميلادي على شمالي الصين، وبدأ زحفه نحو تركستان التي نجحت قواته المغولية في اجتيازها واقتربت من إيران، وكانت تلك القوات تثير الفزع والرعب في نفوس الناس لقيامها بالأعمال الوحشية التي لم تعهدها البشرية من قبل. وفي أثناء هذه الفترة المضطربة المشوبة بالخوف والهلع، كان في جنوب صحراء قراقورم بشمالي الصين ما يقرب من 70,000 خيمة بدوية يسكنها نحو نصف مليون إنسان من الأتراك المسلمين، من بينهم عشيرة صغيرة تسمى قاي. وقد اضطر هذا الجمع الكبير إلى هجرة أوطانهم عندما أحسوا بقرب خطر المغول، فعبروا إيران واقتربوا من الأناضول، غير أنهم لم يستقروا جميعا فيها، بل استقر بعضهم في العراق الشمالي وبعضهم في غربي إيران وبعضهم الآخر في القوقاز. في حين وصلت عشيرة قاي الصغيرة هجرتها نحو الأناضول، وكان عددها نحو 4,000 فرد. كان يرأس هذه العشيرة رجل تركي يدعى كوندوز ألب، ثم خلفه في رئاستها بعد وفاته ابنه أرطغرل، والد الأمير عثمان، مؤسس الدولة العثمانية التي عرفت باسمه. وفي أثناء ذلك دارت في منطقة أرزنجان الواقع الآن في الشمال الشرقي لتركيا معركة سميت باسم ياسي جمن بين السلطان قوني السلجوقي وجلال الدين خوارزم شاه خاقان تركستان. وكاد السلطان قونية أن ينهزم لولا تدخل عشيرة قاي بقيادة كوندوز ألب فأقاله من عثرته وكان سببا في نصره. ولم تكن هذه العشيرة تعلم من أمر القتال شيئا، لكنها تدخلت نجدة للملهوف ونصرة للضعيف. عرف السلطان قونية أن هذه العشيرة تبحث عن وطن، فأقطعها ثغرا على الحدود بين سلطنته الدولة السلجوقية في الأناضول وبين الإمبراطورية البيزنطية، تقديرا لقوتهم وشجاعتهم وبراعتهم الحربية. وفي سنة 651 هجرية توفي كوندوز ألب وخلفه ابنه أرطغرل، وبعد فترة توفي هو الآخر، فأصدر سلطان قونية مرسوما بتعيين الأمير القبلي عثمان محل أبيه، فتولى الأمر وهو في 23 من عمره. ثم زالت دولة سلاجقة الروم في الأناضول وحل محلها عدة إمارات صغيرة، نجح العثمانيون في ضمها إلى دولتهم التي بدأت تنمو وتتوسع حتى توحد الأناضول تحت قيادتهم. الأمير عثمان تولى بعد أبيه مسؤولية الإمارة وبدأ في توطيد سلطانه على أساس من العدل والنظام، وأخذ في توسيع رقعة دولته حتى وصلت إلى مدينة ياني شهر التي اتخذها عاصمة لبلاده، وبذلك أصبح على مرمى البصر من باروسا ونيقية، وكانتا من أهم المدن في غربي الأناضول. ولما وجد عثمان أن إمارة آل قرمان هي أقوى الإمارات التي قامت على أنقاض دولة سلاجقة الروم، أرسى سياسته على عدم الاصطدام بها والتوسع غربا تجاه البيزنطيين، وبدأ في إرسال حملاته من موقعه الحصين في ينيشار إلى المدن اليونانية المجاورة، ونجح في الاستيلاء على كثير من الحصون قبل أن تتحرك جيوش الدولة البيزنطية لمواجهته. عرف الأمير عثمان بشخصيته القوية وتحليه بالصبر والمثابرة وضبط النفس وحماسته للإسلام، لكن في غير تعصب بل في سماحة ورفق، فلم يضطهد أهل الذمة وإنما اجتذبهم إلى خدمته، فأسلم منهم جماعات كثيرة صارت ركيزة من ركائز دولته الناشئة. وتوفي عثمان في الوقت الذي كان ابنه أورخان يحاصر مدينة بورصة بعد أن ترك له وصية وهو على فراش الموت سجلها المؤرخ العثماني عاشق لبي، جاء فيها: يا بني، أحط من أطاعك بالإعزاز وأنعم على الجنود، ولا يغرنك الشيطان بجهدك وبمالك، وإياك أن تبتعد عن أهل الشريعة. يا بني، لسنا من هؤلاء الذين يقيمون الحروب لشهوة حكم أو سيطرة أفراد، فنحن بالإسلام نحيا
وللإسلام نموت، وهذا يا ولدي ما أنت أهل له. يا بني، إنك تعلم أن غايتنا هي إرضاء رب العالمين، وأن بالجهاد يعم نور ديننا كل الآفاق، فتحدث مرضاة الله جل جلاله. ويعد عثمان أول من استقل بالإمارة، وراوده حلم إرساء قواعد دولة مترامية الأطراف، وكان أهل إمارته يطلقون عليه لقب قرة عثمان، رمزا لقوة الشخصية والحيوية الجسمانية. الأمير أورخان بن عثمان بن أرطغرل. تولى أورخان الحكم بعد وفاة أبيه سنة 726 هجرية، ولم يكد يمضي على توليته وقت طويل حتى تقدم نحو بحر مرمرة وأزم حملة بيزنطية كان يقودها الإمبراطور أندرينوكس الثالث. وبعدها تخلت بيزنطة عن بذل الجهود الخاصة بتنظيم المقاومة العسكرية في الأناضول أو تعزيز حاميات ما تبقى لها من المدن هناك، وقد أدى ذلك إلى نجاح أورخان في الاستيلاء على معظم شبه جزيرة نيقية وسواحل خليج نيقوميديا وسقوط نيقية دون مقاومة، ثم استيلائه على ما تبقى من الأراضي البيزنطية في غربي الأناضول دون صعوبة، مما جعل دولته أقوى إمارات التركمان في المنطقة، لا سيما وقد تعزز مركزها باعتبارها زعيمة الجهاد ضد البيزنطيين. كما عزز أورخان مركزه بالتوسع على حساب إمارات الطوائف التي تطل على شواطئ بحر مرمرة، وسيطر على ساحله الجنوبي، مما سهل له مهمة العبور إلى أوروبا حين سنحت له الفرصة. وقد أمضى أورخان بعد استيلائه على إمارة قراسي 20 سنة دون أن يخوض معارك، وإنما شغل نفسه في وضع النظم المدنية والعسكرية التي تقوي من شأن الدولة، وفي تعزيز الأمن الداخلي، وبناء المساجد والمدارس ورصد الأوقاف عليها، وإقامة المنشآت العامة. وتميزت الإدارة العثمانية في عهد أورخان بالكفاءة وإتاحة الفرصة أمام رعايا الدولة ومعاملة أهل الذمة بتسامح كامل والاهتمام بالتعليم وأهله. الأمير مراد بن أورخان. تولى حكم الدولة بعد وفاة أبيه سنة 761 هجرية، وواصل جهود أبيه في الفتح، ونجح في العام التالي من توليه الحكم في فتح مدينة أدرنة، ونقل إليها العاصمة بعد أن كانت في بورصة، ثم فتح أراضي الدولة البيزنطية في البلقان حتى أصبحت القسطنطينية عاصمة البيزنطيين، محاصرة تماما بالأراضي العثمانية. ونتيجة لتلك الفتوحات صارت الدولة العثمانية متاخمة لكل من الصرب والبلغار وألبانيا، وأدى هذا النشاط العثماني إلى انزعاج أوروبا وازدياد قلقها، فكتب أمراء تلك المناطق إلى ملوك أوروبا الغربية وإلى البابا يستنجدون بهم ضد المسلمين. فقام البابا بالدعوة إلى قيام حرب صليبية جديدة، غير أن ملك الصرب هاجم أدرنة عاصمة العثمانيين وكان مراد غائبا عنها، فلما علم بأخبار هذا الهجوم عاد بجيشه ليحارب الصرب ونجح في إلحاق الهزيمة بهم. ثم قام ملك الصرب الجديد وقتها بعقد حلف عسكري مع أمير بلغاريا لمحاربة العثمانيين، فلما قامت الحرب بينهما هرب أمير البلغار من المعركة، ثم اصطلح الطرفان الصربي والبلغاري مع الدولة العثمانية نظير جزية سنوية يقدمانها لها، لكن الصرب نقضوا عهدهم، فأقام ملكهم تحالفا صليبيا مع ألبانيا ضد العثمانيين، والتقى الفريقان في مكان يسمى قوسوة سنة 197 هجرية، حيث دارت معركة من أعظم معارك الإسلام، انتصر فيها العثمانيون وهزم الصرب هزيمة منكرة وقتل ملكهم. وعقب انتهاء المعركة قام الأمير مراد بتفقد ساحة المعركة، وكان الليل حالك السواد والهلال والنجوم في السماء، وساحة المعركة
مدرجة بالدماء، فأوحى ذلك بفكرة العلم العثماني كما يقال، فجاء علما أحمر الأرضية يذكر بالدماء التي ملأت أرض قوسوة، ويزين العلم الهلال والنجوم، ولا يزال علم تركيا على هذه الصورة حتى الآن. وأثناء تفقد الأمير المنتصر مراد ساحة القتال، إذا بصربي جريح يقوم من بين القتلى ليطعنه بخنجر فيقتله على الفور، ويستشهد في ساحة الجهاد وهو يبلغ من العمر 65 عاما. عرف الأمير مراد الأول بالعدل وبمعاملته رعيته من أهل الذمة معاملة حسنة، وبكثرة المعارك التي حالفه فيها النصر، حتى إنه دخل 73 معركة في الأناضول وفي البلقان خرج منها جميعا مظفرا، كما أنه تسلم الدولة من أبيه ومساحتها نحو 59,000 كيلومتر مربع، وتركها عند استشهاده وهي تبلغ 500,000 كيلومتر مربع، أي أنها زادت في مدى 29 سنة أكثر من 5 أمثالها حين تسلمها من أبيه. السلطان بايزيد الأول، السلطان العثماني الذي أسره تيمورلنك وكادت في عهده تختفي الدولة العثمانية. لم ينتقل آل عثمان من طور الإمارة إلى طور السلطنة إلا في عهد بايزيد الأول المشهور بالصاعقة، لسرعة تنقله بجيوشه بين أوروبا والأناضول. وقد بذل بايزيد جهودا عظيمة في توحيد منطقة الأناضول تحت قيادته، وفي استمرار الفتوحات في منطقة البلقان، فدخل رومانيا وضم جنوبها الأفلاق إلى الدولة العثمانية، وفتح سلانيك واستولى على يني أشهر وألحق تسالية بدولته، وفتح سكوب ودخل جيوشه طورنوفا، ووصل فتوحاته في مقدونيا الشمالية وألبانيا، ونجح في ضم بلاد البلغار وجعلها ولاية عثمانية، ووصلت جيوشه إلى اليونان ودخل أثينا، وانتقل إلى شبه جزيرة المورا ودفع له الصرب جزية سنوية، كما حاصر القسطنطينية 4 مرات. ونتيجة لهذا توحدت أوروبا كلها ضده لطرده من البلقان، فتكونت حملة صليبية ضده في جمادى الأولى سنة 798 هجرية بقيادة سيغموند ملك المجر، الذي استنجد بالبابا وبملوك أوروبا لإنقاذ المجر وبيزنطة من الخطر العثماني. فحملت الحملة شعار سحق الأتراك أولا ثم احتلال القدس، وتكونت هذه الحملة من جيوش مجرية وفرنسية وألمانية وهولندية وإنجليزية وإيطالية وإسبانية، بلغت نحو 130,000 محارب، واجتازت نهر الدانوب وبلغت مدينة نيكوبولي، وعندها دارت معركة طاحنة بينهم وبين الجيش العثماني الذي بلغ عدده نحو 90,000 جندي بقيادة بايزيد الصاعقة. وانتهت معركة نيكوبولي بانتصار العثمانيين وبوقوع كثير من أشراف فرنسا في الأسر، منهم الكونت دي نيفر قائد قوات بورغوينا وولي عهدها، وقد أقسم هذا الكونت على عدم العودة إلى محاربة العثمانيين، ولكن بعد قرار بايزيد بإطلاق سراح الأمراء الأسرى أراد أن يحل الكونت دي نيفر من قسمه، فقال له: أيها الكونت، لك أن تعود مرة أخرى لمحاربتي لكي تمسح العار الذي لحق بك، واعلم أني لا أخاف من عودتك، وإلا ما كنت أطلقت سراحك، تعال وقت ما تشاء فستجدني وجنودي أمامك. ثم أرسل الأمير بايزيد الأول أنباء هذا الانتصار إلى الخليفة المتوكل العباسي بالقاهرة، فأجابه الخليفة بأن أرسل إليه تشريفا وخلعا وسيفا، وكان هذا يعني الاعتراف ببايزيد الأول سلطانا على إقليم الروم الأناضول والبلقان، وبهذا أصبح الأمير بايزيد أول من حمل لقب سلطان في آل عثمان. محاصرة القسطنطينية، حاصر العثمانيون العاصمة البيزنطية في عهد بايزيد الأول 4 مرات، الأولى في سنة 793 هجرية حيث اصطف 6,000 جندي عثماني على امتداد سور القسطنطينية وحاصروا المدينة حصارا شديدا،
ولم يستطع أحد الدخول إلى المدينة أو الخروج منها دون موافقة العثمانيين، ودام هذا الحصار 7 أشهر دون أن يخضع إمبراطور بيزنطة لبايزيد دون قتال. والثانية في سنة 797 هجرية، واستمر هذا الحصار طوال صيف ذلك العام. والثالثة في سنة 800 هجرية، والرابعة كانت بين سنتي 802 و804 هجرية، على إثر ذهاب الإمبراطور البيزنطي مانويل الثاني إلى إنجلترا وزيارته لأوروبا لمدة 13 شهرا طلبا للمساعدة ضد العثمانيين. ولم ينفك هذا الحصار إلا بعد قدوم تيمور لانك بجيوشه الجرارة التي عصفت بالسلطنة العثمانية وتسببت في انهيارها فترة من الزمن. ويجدر بالذكر أن بايزيد لم يفك حصاره الرابع عن القسطنطينية إلا بشروط، منها أن يبني المسلمون الذين يعيشون داخل المدينة جامعا لإقامة شعائر الدين، وأن تقام لهم محكمة شرعية للنظر في قضاياهم. ويذكر لبايزيد تشييده القلعة المسماة جوزلجا حصار أناضولي حصار على الضفة الأسيوية من بوغاز القسطنطينية. الأزمة بين تيمور لانك وبايزيد. أسس تيمور لانك خاقان أتراك الشرق التركستان، إمبراطورية عظمى امتلكت جيشا قويا ومنظما اجتاح به الشرق. ثم حدث نزاع بين تيمور لانك وبايزيد بسبب لجوء أحمد بن أويس الذي فر من بغداد أمام تيمور لانك إلى بايزيد واحتمائه به. اتخذ تيمور لانك من هذا الحادث ذريعة للتحرك ضد العثمانيين، وبخاصة بعد رفض بايزيد طلب تيمور لانك تسليمه أحمد بن أويس، فقام بحملته الأولى على الأناضول سنة 803 ووصل إلى سيواس فدخلها وخربها وسفك دماء أهلها بعد أن صمد العثمانيون على قلتهم أمام جيوش تيمور لانك الجرارة وأبلوا بلاء حسنا. ثم انسحب تيمور لانك من الأناضول إلى القوقاز بعد أن استولى على ملاطية من العثمانيين. كان تيمور لانك يأمل أن يعترف بايزيد بتبعيته له مثل سلاطين المماليك والهند، غير أن هذا الأمل لم يتحقق، إذ رد عليه بايزيد ردا فيه تحقير، وحاول تيمور لانك إقناع أمرائه بشن حرب حاسمة ضد العثمانيين، وكان رأي أمراء تيمور وأولاده أنه لا يليق بهم محاربة الدولة العثمانية، وهي دولة سنية حنفية المذهب مثلهم، وتجمعهم اللغة التركية، كما أنها تعد حاملة لراية الجهاد الإسلامي. لكن تيمور لانك نجح في إقناع المخالفين له في الرأي باحتمال أن يقوم بايزيد بضرب الجيش التيموري من الخلف أثناء حملته على الصين. فدخل تيمور لانك إلى الأناضول مرة أخرى سنة 805 هجرية على رأس جيش ضخم بلغ عدده نحو 300 ألف جندي، وفي مقدمته 32 فيلا مدرعة، وسار به حتى وصل إلى أنقرة، وهناك التقى بالجيش العثماني في 27 من ذي الحجة سنة 804 هجرية، واستمر اللقاء حتى غروب الشمس، وكان النصر فيه حليفة تيمور لانك، وأسر في المعركة السلطان بايزيد بعد أن أبلى جنوده بلاء حسنا، وكبدوا تيمور لانك خسائر فادحة لم يسبق له أن تكبدها، حيث قتل له في المعركة نحو 40 ألف جندي. لقد كانت معركة أنقرة من أكبر المعارك الميدانية التي حدثت خلال العصور الوسطى، وتعد من أكبر الكوارث في التاريخ التركي، حيث أخرت نمو العثمانيين وفتوحاتهم نصف قرن، وأطالت عمر الدولة البيزنطية المدة نفسها، وعطلت وحدة الأناضول 70 سنة. عاش السلطان بايزيد في أسر تيمور لانك 7 أشهر و12 يوما، ومات في آق شهر قرب قونية سنة 806 هجرية، وأرسل جثمانه إلى بورصة. ثم أطلق تيمور عقب وفاة بايزيد سراح ابنيه اللذين أسر معه. العثمانيون يعيدون تكوين دولتهم. عاش العثمانيون عقب معركة أنقرة فترة أطلق عليها المؤرخون عهد الفتنة أو دور الفوضى، وكانت مدتها 10 سنوات و11 شهرا و8 أيام، وهي فترة الصراع بين أبناء بايزيد على العرش العثماني، حتى نجح أحدهم وهو محمد بن بايزيد الملقب بمحمد لبا
في تولي السلطنة والقضاء على الفوضى والفتنة والبدء في إعادة البناء وتعمير الدولة وتنظيم أمورها، حتى عده المؤرخون المؤسس الثاني للدولة العثمانية. وتوفي محمد الأول سنة 824 هجرية عن 39 عاما في مدينة أدرنة. تولى مراد بن محمد عرش السلطنة وعمره 17 سنة، وبدأ عهده بعقد هدنة مع ملك المجر لمدة 5 سنوات حتى يتفرغ للأناضول، وبعقد صلح مع أمير قرمان. ثم اتجه مراد إلى محاصرة مدينة القسطنطينية سنة 825 هجرية، ودام الحصار 64 يوما، وكان بحريا وبريا بجيش قوامه 30,000 جندي. وكان احتمال سقوط العاصمة البيزنطية كبيرا بعد أن أحدثت القوات العثمانية أضرارا بالغة بسور المدينة، غير أن السلطان مراد اضطر إلى رفع الحصار بعد أن جاءته أنباء حدوث فتنة في الأناضول، وعقد الصلح مع بيزنطة مقابل أن تدفع جزية كبيرة سنوية. ثم اتجه مراد الثاني إلى تأديب إمارات الأناضول التي تمردت عليه أثناء انشغاله بمحاربة بيزنطة، فقضى بصورة نهائية على إمارات منتشا وأيدين وتسكا، وقلص حدود إمارة جاندار. وفي سنة 829 هجرية اجتاز السلطان مراد الثاني على رأس جيشه نهر الدانوب، والتقى مع الجيش المجري وانتصر عليه، وعقد مع ملك المجر معاهدة تنازل بمقتضاها عن أملاكه في الضفة اليمنى لنهر الدانوب الذي أصبح فاصلا بين أملاك الدولة العثمانية والمجر. ثم فتح مراد سيلانيك ويانيا، ونجح في إلغاء إمارة السرب تماما، وأطلق عليه لواء سمندرة. كما خضعت ألبانيا للدولة العثمانية بعد حروب يسيرة، وعقدت البندقية صلحا معها. وفي عهد مراد الثاني توترت العلاقات بين المماليك والعثمانيين بسبب إمارتي قرامان ودلقادر، غير أنه لم يهتم بهذا الأمر بسبب إعلان البابا أوجينيوس الرابع سنة 843 هجرية عن حملة صليبية ضد الدولة العثمانية بقيادة القائد المجري هونيادي، الذي اتخذ من إخراج العثمانيين من البلقان هدفا لحياته. وقد تمكن هذا القائد المجري من هزيمة عدة جيوش عثمانية، مما اضطر السلطان إلى محاربته بنفسه. ثم عقد صلحا مع المجر سنة 848 هجرية، أعيد بمقتضاه تأسيس إمارة السرب على أن تكون تابعة للدولة العثمانية ومنطقة عازلة بينها وبين المجر. ولما شعر السلطان مراد الثاني بالتعب، تخلى عن عرشه لابنه محمد الثاني الذي عرف فيما بعد بمحمد الفاتح، وكان عمره آنذاك 21 عاما. فشكل الأوروبيون على الفور حملة عسكرية على الدولة العثمانية، وشاركت فيها قوات من المجر وقولونيا وألمانيا وفرنسا والبندقية وبيزنطة وبيرزودرية، وكانت تلك الحملة بقيادة هونيادي. واختير الملك المجري لاديسلاس قائدا شرفيا للحملة، وقد نهبت هذه الحملة في طريقها كل شيء، حتى الكنائس الأرثوذكسية لم تسلم من أيديهم. وإزاء هذه التطورات اجتمع مجلس شورى السلطنة العثمانية وطلب عودة مراد الثاني إلى الحكم مرة أخرى، فعاد وبدأ في إعداد جيشه للقاء تلك الحملة الصليبية. فتحرك على رأس جيشه الضخم الذي بلغ 40,000 جندي، والتقى مع تلك الحملة في فارنا، وهي مدينة بلغارية تقع على شاطئ البحر الأسود. ودارت بينهما معركة هائلة عرفت باسم معركة فارنا في 28 من رجب سنة 848 هجرية. وفيها حقق العثمانيون نصرا غاديا، وقتل الملك لاديسلاس، وهرب هونيادي من المعركة،
وبهذا النصر أيقن الأوروبيون صعوبة طرد العثمانيين من منطقة البلقان. وقد فرح العالم الإسلامي بهذا النصر فرحا شديدا، حتى إن السلطان جقمق المملوكي أمر أن يذكر اسم السلطان مراد الثاني مجاملة بعد اسم الخليفة العباسي في القاهرة. لم تستسلم أوروبا لهذه الهزيمة، فجهزت حملة صليبية أخرى ضمت نحو 100,000 جندي بقيادة هونيادا، والتقت بالعثمانيين بقيادة السلطان مراد الثاني في صحراء قوسوة في 18 من شعبان سنة 852 هجرية، وانتصر العثمانيون في هذا اليوم انتصارا عظيما. السلطان محمد الفاتح أعظم سلاطين الدولة العثمانية، فاتح القسطنطينية وقاهر أوروبا. ولد السلطان محمد في 27 من رجب سنة 835 هجرية، وتولى عرش السلطنة بعد وفاة أبيه في 5 من المحرم سنة 855 هجرية، بعد أن بايعه أهل الحل والعقد في الدولة العثمانية. خدع السلطان محمد شأنه في ذلك شأن كل أمير عثماني لنظام تربوي صارم تحت إشراف مجموعة من علماء عصره المعروفين، وهو ما يزال غضا فتعلم القرآن الكريم والحديث والفقه والعلوم العصرية آنذاك من رياضيات وفلك وتاريخ ودراسات عسكرية نظرية وتطبيقية. كما كان السلطان محمد يشترك في الحروب التي كان يشنها والده السلطان مراد الثاني ضد أوروبا، أو التي كان يصد فيها اعتداءاتهم. وكعادة آل عثمان في إسناد إدارة ولاية لكل أمير وهو صغير حتى يؤهل لقيادة الدولة بعد ذلك، قضى محمد فترة إمارته في مغنيسيا تحت إشراف مجموعة من أساطين علماء العصر، وفي مقدمتهم الشيخ آق شمس الدين والملا الكوراني. وقد أثرت هذه المجموعة من العلماء في تكوين الأمير الصغير وتشكيل اتجاهاته الثقافية والسياسية والعسكرية. وكان الشيخ آق شمس الدين صارما مع الأمير حتى إن السلطان محمد وهو سلطان قال لأحد وزرائه عن شيخه هذا: إن احترامي لهذا الشيخ احترام يأخذ بمجامع نفسي، وأنا ماثل في حضرته مضطربا ويداي ترتعشان. درس السلطان محمد إلى جانب دراسته الأكاديمية المنظمة اللغات الإسلامية الثلاثة التي لم يكن يستغني عنها مثقف عصري آنذاك، وهي العربية والفارسية والتركية، وعني بالأدب والشعر خاصة، فكان شاعرا له ديوان بالتركية، وله بيت مشهور يقول فيه: نيتي هي الامتثال للأمر الإلهي، جاهدوا في سبيل الله، وحماسي إنما هو حماس في سبيل دين الله. وتعلم السلطان محمد أيضا اللغات اللاتينية واليونانية والصربية، ولا تخفى أهمية هذه اللغات لأمير في طريقه إلى تولي الدولة العثمانية. وقد أثرت فترة إمارة محمد في شخصيته، فجعلته بفضل توعية أساتذته أكثر الأمراء العثمانيين وعيا في دراسة علوم التاريخ والجغرافيا والعلوم العسكرية، وبخاصة أن أساتذته وجهوا اهتمامه إلى دراسة الشخصيات الكبيرة التي أثرت في مجرى التاريخ، وأبانوا له عن جوانب العظمة في تلك الشخصيات، كما وضحوا له نقاط الضعف فيها، أملا أن يكون أميرهم ذات يوم من أكثر الحكام خبرة وحكمة وعبقرية. ولا شك أن الشيخ آق شمس الدين استطاع أن يلعب دورا كبيرا في تكوين شخصية محمد، وأن يبت فيه منذ صغره أمرين جعلا منه فاتحا، وهما مضاعفة حركة الجهاد العثمانية، والإيحاء دوما لمحمد منذ صغره
بأنه هو الأمير المقصود بالحديث النبوي، لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. وقد استغرق تحقيق النقطة الأولى فترة تاريخية من حياة السلطان محمد بعد أن أصبح سلطانا للدولة لنرى فيه حملاته العسكرية، ونكتفي هنا بذكر حروبه البرية على الجبهة الأوروبية. ففي عام 857 هجرية فتح القسطنطينية، وفي عام 863 هجرية فتح بلاد الصرب، وفي عام 568 هجرية فتح بلاد المورا، وفي عام 866 هجرية ضم بلاد الأفلاق، وبين عامي 867 و 884 هجرية فتح بلاد ألبانيا، وبين عامي 867 و 870 هجرية فتح بلاد البوسنة والهرسك، وفي عام 881 وقعت حرب المجر. ومنذ حرب بلاد المجر وحتى وفاة الفاتح عام 886 هجرية دخلت الدولة العثمانية في حروب بحرية كثيرة، منها ضم الجزر اليونانية عام 884 هجرية، وضم أوترانتو عام 885 هجرية. ومعلوم أنه كان قد أعد بالفعل جيوشه وتحرك على رأسها لمحاربة المماليك إلى أن الموت عجله. فتح القسطنطينية. رأى السلطان محمد الفاتح أن فتح القسطنطينية كما أنه يحقق أملا عقائديا عنده، فإنه أيضا يسهل للدولة العثمانية فتوحاتها في منطقة البلقان، ويجعل بلاده متصلة لا يتخللها عدو. وكانت القسطنطينية تمثل الأرض التي تعترض طريق الفتوحات في أوروبا، فبدأ في عاصمته أدرنة الاستعداد لعملية فتح القسطنطينية. ومن ذلك صب المدافع خاصة الضخمة منها، والاستعداد لنقل هذه المدافع إلى أسوار مدينة القسطنطينية. ثم رأى السلطان محمد أن جده بايزيد الصاعقة كان قد بنى أثناء محاولته فتح القسطنطينية قلعة على الضفة الأسيوية من البوسفور، سماها أناضول حصارة، أي قلعة الأناضول. كانت تقوم على أضيق نقطة من مضيق البوسفور، فقرر محمد أن يبني في مواجهة هذه القلعة على الجانب الأوروبي من البوسفور قلعة سماها روملا حصارة، أي قلعة منطقة الروم. يطلق الأتراك على الجانب الأوروبي من تركيا والمنطقة الملاصقة له والمعروفة الآن باسم البلقان اسم روم إيلا، أي منطقة الروم. وكان القصد من هذا هو التحكم في البوسفور تماما. وكان السلطان محمد هو الذي وضع بنفسه تخطيط هذه القلعة، ونفذها المعماري مصلح الدين آغا ومعه 7000 عامل، أنهوا مهمتهم في 4 أشهر كاملة. وبعد أن تم البناء خرج بعض الجنود العثمانيين لرؤية القسطنطينية، فما لبث أن وقع بينهم وبين البيزنطيين المجاورين لأسوار المدينة بعض حوادث شغب كان لها رد فعل عند السلطان محمد، فأصدر أوامره بإبعاد البيزنطيين المجاورين للأسوار والقرويين المجاورين للمدينة. فقام إمبراطور بيزنطة قسطنطين دركازير بإخلاء القرى المجاورة، وسحب سكانها إلى داخل المدينة، ثم أمر الإمبراطور بإغلاق أبواب القسطنطينية وإحكام رتاجها. وبينما الاستعدادات العثمانية تجري على قدم وساق في أدرنة لفتح القسطنطينية، كان الوضع في المدينة غاية في الاضطراب. فقد طلب الإمبراطور قسطنطين معونة عاجلة من البابا نيقولا الخامس، فاستجاب البابا وأرسل الكاردينال إيزودور إلى القسطنطينية. فتوجه هذا الكاردينال وهو كاثوليكي إلى كنيسة آيا صوفيا، وأقام فيها المراسم الكنسية على الأصول الكاثوليكية، مخالفا بذلك بل ومتحديا مشاعر شعب القسطنطينية الأرثوذكسي. وقف الشعب ينظر إلى الكاردينال المنقذ بشمئزاز بالغ،
وكان إمبراطور القسطنطينية يميل إلى فكرة اتحاد الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية. أما رئيس الحكومة لوكاس نوتاراس وغناديوس الذي صار بطريقا بعد الفتح، فقد عارض بشدة هذا الاتحاد خوفا على الأرثوذكسية من الفناء. وقال نوتاراس قولته الشهيرة: إني أفضل رؤية العمامة التركية في القسطنطينية على رؤية القبعة اللاتينية. ولم يكن البيزنطيون قد نسوا الأعمال الوحشية التي قام بها اللاتين عندما احتلوا القسطنطينية عام 601 هجرية. ومع ذلك فإن الكنيسة اللاتينية لم تتوانى عن إرسال موجات المتطوعين إلى القسطنطينية بناء على طلب إمبراطورها. لكن مجيء إيزودور لم يحقق أدنى نتيجة في مسألة اتحاد الكنيستين. حاصر العثمانيون القسطنطينية برا وبحرا في سنة 857 هجرية، واشترك في الحصار من الجنود البحرية 20,000 جندي على 400 سفينة. أما القوات البرية فكانت 80,000 جندي، والمدفعية 200 مدفع. وقفت القوات البحرية العثمانية بقيادة بلطا أوغلو سليمان بيك على مدخل الخليج الذهبي، وكان عليه تدمير الأسطول البيزنطي المكلف بحماية مدخل الخليج. وكان البيزنطيون قد أغلقوا قبل الحصار الخليج بسلسلة حديدية طويلة يصعب من جرائها دخول أي سفينة إلى الخليج، مما شكل أكبر معضلة أمام العثمانيين، لأن سفنهم كان عليها أن تحمل الجنود وتدخل الخليج لإنزالهم لكي يضربوا القسطنطينية. ثم جاءت ثلاث سفن جنوبية وسفينة بيزنطية بقيادة القائد الشهير جوستينياني، أرسلها البابا للدفاع عن القسطنطينية ولنقل الإمدادات إليها. جاءت هذه السفن ولم تستطع البحرية العثمانية منعها، فبعد معركة عنيفة مع البحرية العثمانية تغلب جوستينياني ومضى بسفنه إلى الخليج، ففتح لها أهل القسطنطينية السلسلة الحديدية وأدخلوها. وكانت هذه الحادثة دافعا لكي يفكر السلطان محمد في خطة عسكرية شهد لها القواد العسكريون بالبراعة. كانت هذه الخطة تقضي بنقل 67 سفينة من السفن الخفيفة عبر البر من منطقة غلطة إلى داخل الخليج لتفادي السلسلة. وتمت هذه العملية بوضع أخشاب مطلية بالزيوت على طول المنطقة المذكورة، ثم دفعت السفن لتنزلق على هذه الأخشاب في جنح الظلام بعد أن استطاعت المدفعية العثمانية بإطلاق مدافع الهاون أن تشد انتباه البيزنطيين إليها. ومن ثم لم يلتفت أحد لعملية نقل السفن إلى الخليج. نقلت السفن وأنزلت إلى الخليج، ووضعت الواحدة تلو الأخرى على شكل جسر على عرض الخليج حتى استطاع الجنود الانتقال عليها وصولا إلى بر القسطنطينية. وما إن جاء الصباح إلا وتملكت الدهشة أهل القسطنطينية. ويصف المؤرخ دوكاس وهو بيزنطي عاصر الحادثة دهشته من هذه العملية قائلا: إنها لمعجزة لم يسمع أحد بمثلها من قبل، ولم يرى أحد مثلها من قبل. وبعد أن فشلت البحرية العثمانية في إحباط محاولة جوستينياني دخول الخليج، لم يملك السلطان محمد إلا الأمر بالهجوم العام الذي اشتركت فيه كل القوات العثمانية مرة واحدة. وقبل هذا مباشرة أرسل السلطان محمد إلى الإمبراطور للمرة الثانية يطلب منه تسليم المدينة سلما حقنا للدماء، وللإمبراطور أن ينسحب إلى أي مكان يريده بكل أمواله وخزائنه. وتعهد السلطان محمد بتأمين أهل القسطنطينية في هذه الحالة على أموالهم وأرواحهم وممتلكاتهم، لكن الإمبراطور بتحريض من الجنويين رفض هذا العرض. وفي 16 من ربيع الأول 857 هجرية أراد ملك المجر أن يضغط على السلطان محمد في هذا الوقت الحرج، فأرسل يقول له إنه في حالة عدم توصل العثمانيين إلى اتفاق مع إمبراطور القسطنطينية، فإنه أي ملك المجر سيقود حملة أوروبية لسحق العثمانيين.
ولم تغير هذه الرسالة شيئا. مضى نهار يوم 28 من مايو هادئا، وعند الفجر وبعد الصلاة مباشرة اتجه السلطان محمد إلى مكان الهجوم، ومع دوي المدافع الضخمة الذي بدأ صدر الأمر السلطاني بإخراج العلم العثماني من محفظته، وهذا يعني عند الأتراك الأمر ببداية الهجوم العام. واستطاعت المدافع أثناء ذلك إحداث فتحة في الأسوار، ثم اجتاز الجنود العثمانيون الخنادق المحفورة حول القسطنطينية واعتلوا سلالم الأسوار، وبدأ الجنود يتدفقون على ثلاث موجات اشتركت الإنكشارية في الثالثة منها، فاضطر قسطنطين أن يدفع بقواته الاحتياطية التي كانت مرابطة بجوار كنيسة الحواريين سانت أبوترس مكان جامع الفاتح بعد ذلك لتدخل المعركة، وما لبث أن أطلق جندي عثماني سهمه فأصاب القائد جوستينياني إصابة بالغة، فانسحب جوستينياني من ميدان المعركة رغم توسلات الإمبراطور له، لأن جوستينياني كان له دور كبير في الدفاع عن المدينة، وكان أول شهداء العثمانيين هو الأمير ولي الدين سليمان الذي أقام العلم العثماني على أسوار المدينة البيزنطية العريقة، وعند استشهاده أسرع 18 جنديا عثمانيا إليه لحماية العلم من السقوط، واستطاعوا حمايته حتى واصل بقية الجنود تدافعهم على الأسوار، وثبت العلم تماما على الأسوار بعد أن استشهد أيضا هؤلاء 18 جندي. أثناء ذلك كان العثمانيون يواصلون تدفقهم إلى المدينة عن طريق الفتحات التي أحدثتها المدفعية في الأسوار، ثم عن طريق تسلم السلالم التي أقاموها على أسوار المدينة، وتمكن جنود آخرون في رفع السلاسل الحديدية التي وضعت في مدخل الخليج لمنع السفن العثمانية من الوصول إليها، فتدفق الأسطول العثماني إلى الخليج وبعد ذلك إلى المدينة نفسها، وساد الذعر البيزنطيين، وكان قد قتل منهم من قتل وهرب من استطاع إلى ذلك سبيلا. عندما دخل محمد الفاتح المدينة أمر بإحراق جثث القتلى تفاديا للأمراض، وصار على ظهر جواده إلى كنيسة آيا صوفيا حيث تجمع الشعب البيزنطي ورهبانه، وما إن علموا بوصول السلطان الفاتح حتى خروا سجدا راكعين بين أنين وبكاء وعويل. ولما وصل الفاتح نزل من على ظهر حصانه وصلى ركعتين شكرا لله على توفيقه له بالفتح، ثم صار يقصد شعب بيزنطة ورهبانه، ولما وجدهم على هذه الحالة من السجود انزعج وتوجه إلى رهبانهم قائلا: قفوا استقيموا، فأنا السلطان محمد أقول لكم ولجميع إخوانكم ولكل الموجودين هنا إنكم منذ اليوم في أمان في حياتكم وحرياتكم، وهذا ما سجله مؤرخ بولوني كان معاصرا. وكان لهذا التصرف من الفاتح أثر كبير في عودة المهاجرين النصارى الذين كانوا قد فروا من المدينة، وأمر الفاتح قواده وجنوده بعدم التعرض للشعب البيزنطي بأذى، ثم طلب من الناس العودة إلى ديارهم بسلام، وحول آيا صوفيا إلى جامع على أن تصلى فيه أول جمعة بعد الفتح. كان الفتح يوم ثلاثاء، وكانت آيا صوفيا أكبر كنيسة في العالم وأقدم مبنى في أوروبا كلها، وسميت المدينة إسلامبول أي مدينة السلام. كان سلوك الفاتح عندما دخل القسطنطينية ظافرة سلوكا مختلفا تماما عما تقول به شريعة الحرب في العصور الوسطى، وهو نفي شعب المدينة المفتوحة إلى مكان آخر أو بيعه في أسواق النخاسة. لكن الفاتح قام بما عجز عن فهمه الفكر الغربي المعاصر له من تسامح ورحمة، فقد قام بالآتي: أطلق سراح الأسرى فورا نظير مقابل مادي قليل يسدد على أقساط طويلة الأمد، وأسكن الأسرى الذين كانوا من نصيبه في المغانم في المنازل الواقعة على ساحل الخليج. وعندما أبيحت القسطنطينية للجنود 3 أيام عقب الفتح،
كان هذا الإذن مقتصرا على الأشياء غير المعنوية، فلم تغتصب امرأة، ولم يمس شيخ، ولا عجوز، ولا طفل، ولا راهب بأذى، ولم تهدم كنيسة، ولا صومعة، ولا دير، ولا بيعة، مع أن المدينة أخذت بالحرب ورفضت التسليم. وكان من حق الفاتح قانونا ما دامت المدينة قد أخذت عنوة أن يكون هو نيابة عن الجيش الفاتح مالكا لكل ما في المدينة، وأن يحول نصف الكنائس والبيع على مدى زمن طويل إلى جوامع ومساجد، وأن يترك النصف الآخر لشعب المدينة على ما هو عليه. وفي وقفيات السلطان محمد الفاتح بنود كثيرة على بقاء أديرة جوكاليجا وآيا وليبس وكيراماتو وأليكس في يد البيزنطيين، واعترف لليهود بملكيتهم لبيعهم كاملة، وأنعم بالعطايا على الحاخام موسى كابسالا، وعين في سنة 865 هجرية للجماعات الأرمينية بطريقا يدعى يواكيم ليشرف على مصالح الأرمن ويوحد صفوفهم. وبدأ في أعمال تعمير المدينة ابتداء من 23 من ربيع الأول سنة 857 هجرية، كان الفتح يوم 29 من مايو من العام نفسه، وأمر بنقل جماعات كثيرة من مختلف أنحاء الدولة إلى القسطنطينية للإسهام في إعادة إنعاشها، وأعاد للأرثوذكس كرامتهم التي أهدرها اللاتين الكاثوليك بأن أعطاهم حق انتخاب رئيس لهم يمثلهم ويشرف على شؤونهم، وأصبح سكولاريوس غناديوس أول بطريق لهم بعد الفتح العثماني للقسطنطينية، وبذلك أنقذ الفاتح إيمان الأمة التي فتح ديارها، وأحيا الأرثوذكسية بعد أن أخذت تخفت، وجعل الفاتح مسائل الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والميراث وأمور الوفاة الخاصة بأهل المدينة المفتوحة من حق الجماعات الدينية المختصة، وكان هذا امتيازا منعدم النظير في أوروبا في ذلك الوقت. كان تصرف الفاتح تصرفا حضاريا في الوقت الذي كان الحكام من الشرق والغرب يتلذذون بسفك الدماء، ويقتل الناس بالآلاف، ويتلذذون وهم على موائد الطعام بمنظر الأسرى وقد اخترقت بطونهم أسنة رماح الجنود، وبرفع الأسرى على الخوازيق، وبخلط دمائهم بأنواع الشراب كما فعل جنكيز خان وتيمور لانك في الشرق وفلال وهنيادا في الغرب. إن دولة بيزنطة هدمت حي المسلمين في القسطنطينية وأبادت سكانه بعد أن علم الإمبراطور بانتصار تيمور لانك على السلطان العثماني بايزيد الصاعقة في واقعة أنقرة عام 805 هجرية، وأزهقت الجيوش الصليبية في عملية احتلال القدس أرواح 70,000 بريء. يقول ويلز في ذلك: كانت المذبحة التي دارت في بيت المقدس رهيبة، وكان الراكب على جواده يصيبه رشاش الدم الذي سال في الشوارع. ويقول المؤرخ نفسه عن هولاكو: كان هولاكو يفتح فارس وسوريا، وأظهر المغول في ذلك الزمان عداوة مريرة للإسلام، ولم يكتفوا بتذبيح سكان بغداد، بل وقد صارت أرض الجزيرة منذ تلك اللحظة التعسة يبابا من الخرائب والأطلال لا تتسع إلا للعدد القليل من السكان. وتقول سامحة آي ويردا: إن الجيوش الصليبية التي تدفقت على القسطنطينية عام 603 هجرية قامت بتحويل المدينة إلى خرابة بائسة فقيرة معدمة بعد أن كانت غنية معمورة يسودها الرخاء. وعندما دخل شارل الخامس تونس عام 947 هجرية لم يترك حيا أمامه إلا قتله، ولم تسلم من وحشيته حتى الجمال والقطط. وهذا ما ذكره شهاب الدين تكين داغ في مذكراته عن الدولة العثمانية. إن هذه الأمثلة إذا ما قارناها بموقف الفاتح الحضاري من القسطنطينية وأهلها، نرى الفاتح قائدا منعدم النظير بين أقرانه من أباطرة الشرق وحكام الغرب. ولو كان الفاتح قد اتبع ما كان يجري على الجانب الغربي من البحر المتوسط من فضائع الإسبان في الأندلس وما فعلوه بالمسلمين وبالعرب، ما أصبح هناك مسيحي واحد في القسطنطينية.
كان المدفع اختراعا حديثا مروعا غير مجرى التاريخ، وكان مدفع الهاون اختراعا عثمانيا عرفه العالم لأول مرة أثناء حصار العثمانيين للقسطنطينية. كما كان المدفع الضخم خاصة مدفع الهاون أكبر عامل في فتح المدينة. كان المدفع الضخم من اختراع اثنين هما مصلح الدين وأوربان. وأوربان هذا مختلف في أصله، هل هو مجري أو روماني؟ وكان المدفع ضخما جدا، وكانت تسمع طلقاته من مسافة 25 ميلا، وقذيفته من الحجر والبارود تبلغ زنة القذيفة الواحدة 1500 كيلوغرام، يصل مداها إلى مسافة ميل. يقول أدارا مونتالدو إن عدد المدافع التي صبها كل من مصلح الدين وأوربان قد بلغ 200 مدفع. وعندما كان المدفع ينقل من أدرنا العاصمة إلى القسطنطينية ليستقر أمام أسوارها، كان لزاما على العثمانيين توسعة طريق أدرنا القسطنطينية، وقام بهذه العملية 50 مهندسا ومئة عامل. وكان يجر المدفع 60 جاموسا، ويسند المدفع على جانبيه 400 رجل قوي، 200 على كل جانب، وذلك حتى لا ينزلق المدفع يمنة أو يسرى أثناء مروره. وقد لعبت مدافع الهاون دورا ملحوظا في الحصار سواء في الضرب أو في عمليات التمويه، وبسبب هذه المدافع حدث التحول الكبير في أوروبا. السلام عليكم. السلطان بايزيد الثاني ابن محمد الفاتح. انفرد بايزيد الثاني ابن محمد الفاتح بالسلطة بعد نزاع بينه وبين أخيه جم، وكان الأخوان قد اختلفا بعد وفاة والدهما في الرابع من ربيع الأول سنة 886 هجرية، وانتهى الصراع بينهما لصالح بايزيد، وفر جم إلى القاهرة ثم إلى فرنسا ثم إلى إيطاليا. وقد تكفل أخوه بايزيد بالإنفاق عليه في كل مكان ذهب إليه، وقد حاول باب روما استخدام الأمير جم أداة ضغط على الدولة العثمانية، لكنه لم يعش طويلا. عرف بايزيد بلقب الولي أو الصوفي لأن حروبه ضد أوروبا لم تكن في مستوى من سبقوه في حكم الدولة العثمانية، لكن كانت له حملات على المجر والبغدان وبلغراد، كما كانت له معارك في الأناضول وصدام مع المماليك. لكن يحيى الثالث سلطان تونس قام بالوساطة بين الدولتين، وقامت في عهده أول حملة عثمانية في غربي البحر المتوسط بهدف مساعدة المسلمين في الأندلس، ودخلت هذه الحملة المياه الإسبانية واستولت على ميناء مالاغا الذي كان الإسبان قد استولوا عليه من مسلمي الأندلس قبل أشهر. وبعد سقوط غرناطة في يد الإسبان سنة 897 هجرية انتشر نحو 300 ألف مسلم على سواحل إسبانيا، وقد قامت السفن العثمانية بنقل هؤلاء إلى فاس والجزائر، وأنقذهم من المصير المؤلم الذي تعرض له المسلمون بالداخل. وظلت هذه الحملات تتتابع، وقاد أغلبها كمال رئيس نحو 23 سنة، حتى استشهد أثناء عودته من حملة على إسبانيا سنة 917 هجرية. عقد بايزيد الثاني صلحا مع أوروبا لمدة 20 سنة تقريبا، وكان السبب في ذلك انشغال الدولة العثمانية بتحركات الشاه إسماعيل الصفوي الذي جعل إيران دولة شيعية، وكون جيشا قويا ووسع حدوده وتفوق على المماليك عسكريا واقتصاديا، وعامل على التوسع على حساب الدولة العثمانية والتحالف مع أوروبا ضد العثمانيين، وحاول التحالف مع مصر ضد الدولة العثمانية، لكن المماليك في مصر رفضوا ذلك. حدثت مناوشات بين الشاه إسماعيل الصفوي وبين سليم بن السلطان بايزيد والي طرابزون، كان النصر فيها حليف سليم بن بايزيد، فأثار ذلك حفيظة الشاه،
فاشتكى إلى السلطان بايزيد من ابنه، فأمر بإعادة الأراضي التي استولى عليها إلى الصفويين. وقد أدى هذا التصرف إلى استياء سليم بن بايزيد من والده، وشكه في مقدرة والده على التصدي للدولة الصفوية، فقام بانقلاب على والده بمساعدة الجنود الانكشارية التي سارت بالأمير سليم إلى اسطنبول، وطلبوا من السلطان بايزيد التنازل عن عرش السلطنة لابنه سليم، فقبل واستقال في يوم الثامن من صفر سنة 918 هجرية. السلطان سليم الأول حول الدولة العثمانية من السلطنة إلى الخلافة. أسباب تحول العثمانيين من التوسع في أوروبا إلى الأراضي الإسلامية. يتساءل المؤرخون عن السبب الذي جعل العثمانيين يتركون جهادهم في الميدان الأوروبي ويتجهون إلى ميدان الشرق الإسلامي ليحاربوا فيه ويفرضوا عليه سلطانهم، وكان الأولى بهم الحرب في أوروبا حيث التكتل الصليبي ضد العثمانيين المسلمين. ويمكن إجمال السبب في ذلك في شقين: ازدياد النمو الشيعي في إيران والعراق، وتهديد الدولة الصفوية للعثمانيين وضربها لدولتهم من الخلف أثناء انطلاقاتها في أوروبا. تنامي الخطر البرتغالي في الخليج العربي وتهديدهم للأراضي المقدسة في الجزيرة العربية وعزل المماليك عن مواجهتهم. علاقة السلطان سليم بالدولة الصفوية. أرسل الشاه إسماعيل الصفوي دعاته لنشر المذهب الشيعي في الأناضول، وما لبثوا أن وجدوا بعض المؤيدين. ثم قامت جماعة القيزيل باش أي العلويين في منطقة إنطاكية العثمانية بالتمرد على سلطة الدولة العثمانية استجابة لأوامر من الشاه إسماعيل نفسه، وقاد هذا التمرد شخص عرف باسم شاه قولو أي عبد الشاه. وكان هذا التمرد رهيبا، استخدم العثمانيون فيه كل قوتهم حتى نجحوا في إخماده بقيادة سليم بن السلطان بايزيد ولي إمارة طرابزون القريبة من إيران. وحدث الصدام الأول بين سليم بن بايزيد والصفويين عندما احتل سليم أربع مدن من مخلفات إمبراطورية الآق كوينلو، وأرسل الشاه إسماعيل الذي يدعي أنه وريث تلك الإمبراطورية المنهارة أخاه إبراهيم ميرزا على رأس جيش لاستعادة تلك المدن، لكنه هزم أمام سليم الذي دمر جيشه وأوقعه في الأسر. وأدت انتصارات سليم إلى أكسابه مكانة كبيرة وتقديرا وإعجابا في نفوس الناس، حتى نظمت فيه قصائد شعبية، غير أن السلطان بايزيد أمر ابنه سليم أن يطلق سراح أخي الشاه ويترك المدن الكبرى التي استولى عليها بناء على شكوى من الشاه إسماعيل. ولم يلقى هذا التصرف قبولا لدى الجيش أو الشعب، ثم تطورت الأمور وأجبر الجيش السلطان بايزيد الثاني على التخلي على العرش لابنه سليم الأول. ولما تولى سليم الأول الحكم سنة 918 هجرية جاءته الرسل من كل الأنحاء لتهنئته، ولم يحضر أحد من إيران الصفوية، فزاد ذلك من شقة الخلاف بين الدولتين، وتطور الأمر بينهما إلى الاحتكام إلى السيف. فالتقى العثمانيون مع الصفويين في الثاني من رجب سنة 920 هجرية في معركة جالديران، فانتصر سليم وهزم الشاه إسماعيل الذي هرب ناجيا بحياته وترك زوجته في الميدان، ودخل سليم العاصمة الإيرانية تبريز. وفي طريق العودة ضم سليم إلى دولته أراضي ذي القادر، لأن حاكمها علاء الدين التابع لدولة المماليك رفض مساعدة سليم عندما كان في طريقه لمحاربة الصفويين، مما وتر العلاقة بين العثمانيين ودولة المماليك، وقام بينهما عداء سافر ساعد فيه الاتفاق بين دولة المماليك في مصر والشام وبين الصفويين ضد العثمانيين. وزاد الأمر تعقيدا عثور العثمانيين على خطاب يؤكد العلاقة الخفية بين المماليك والصفويين، وهذا الخطاب محفوظ الآن في أرشيف متحف طوب قابو في إسطنبول. علاقة السلطان سليم بالمماليك. برزت أمام السلطان سليم الأول عدة أسباب استراتيجية جعلت الصدام مع المماليك أمرا ضروريا،
فأي اتفاق بين المماليك وأوروبا سيفتح الباب أمام حملة صليبية جديدة ويضع الدولة العثمانية في مأزق، كما أن البرتغاليين بعد معركة ديو سنة 915 هجرية أصبحوا هم أصحاب السيادة على المياه الإسلامية الجنوبية، حتى إنهم أعلنوا عن عزمهم على قصف مكة والمدينة. وفي الوقت نفسه كانت حالة دولة المماليك الاقتصادية والسياسية والعسكرية سيئة لا تسمح لهم بحماية المقدسات الإسلامية. ولم يغب عن ذهن السلطان سليم الأول أن انتقال الخلافة إلى بني عثمان يجعل منهم قوة معنوية كبيرة عند المسلمين، ويحد من أطماع أوروبا المسيحية في الدولة العثمانية، ويقضي على الخطر البرتغالي في جنوب البحر الأحمر. وقد أدى وقوع الرسائل بين قانصوها الغوري سلطان المماليك والشاه إسماعيل الصفوي إلى زيادة هوة الخلاف بين الغوري وسليم، وقطع أي محاولة للحل السلمي بين المماليك والعثمانيين. موقعة مرج دابق وآثارها. أدرك الغوري أن الحرب بينه وبين العثمانيين واقع لا محالة، فلجأ إلى تحريض أهل دمشق ليشتركوا معه في حربه ضد العثمانيين الذين اتهمهم بخيانة فكرة الجهاد الإسلامي في أوروبا. وأشاع أن السلطان العثماني قد استعان بجنود من النصارى والأرمن ليحارب بهم جند الله المجاهدين ضد البرتغاليين، ولكن يبدو أن هذا الأسلوب لم يلقى نجاحا كبيرا بين أهل دمشق لاقتناعهم بأن العثمانيين منذ قرون وهم يجاهدون في الميدان الأوروبي، ولم يتخلفوا عن إمداد المماليك أنفسهم بما يلزمهم لقتال البرتغاليين مثل ما حدث في عهد السلطان بايزيد الثاني. والتقى الجمعان على مشارف حلب في مرج دابق سنة 923 هجرية، وحقق العثمانيون النصر وقتل السلطان الغوري، ودخل سليم الأول حلب ثم دمشق ودعي له في المساجد، وفتحت كثير من المدن الشامية أبوابها للعثمانيين دون مقاومة تذكر. وأرسل السلطان سليم الأول رسالة إلى طومان باي الذي خلف السلطان الغوري في مصر يعرض عليه فيها حقن الدماء، شريطة أن تكون غزة ومصر تابعتين للدولة العثمانية ويحكمهما هو باسمها، ويدفع نظير ذلك خراجا سنويا. لكن المماليك قتلوا رسول سليم فلم يكن هناك بد من الحرب، وعزم سليم على اللقاء، فالتقى مع المماليك في غزة والريدانية، وكان النصر فيهما حليفة، وأدى انتصار العثمانيين في معركتي مرج دابق والريدانية إلى وقوع مصر والشام والحجاز واليمن تحت حكم الدولة العثمانية. ويعود انتصار العثمانيين على المماليك إلى مجموعة من الأسباب، منها تفوق العثمانيين التكنولوجي، فسلاح المدفعية المملوكي كان يعتمد على مدافع ضخمة ثابتة لا تتحرك، على حين اعتمد سلاح المدفعية العثماني على مدافع خفيفة يمكن تحريكها في كل الاتجاهات. سلامة الخطط العسكرية العثمانية ومرونتها، من ذلك استدارة القوات العثمانية من خلف مدافع المماليك الثقيل الحركة ودخولها القاهرة عن طريق المقطم، مما شل دور المدفعية المملوكية وأحدث اضطرابا في صفوف الجيش المملوكي لتدافعهم بلا انتظام خلف العثمانيين. ارتفاع معنويات الجيش العثماني. ودخل سليم الأول القاهرة ونودي به سلطانا وخليفة للمسلمين وخادما للحرمين الشريفين بعد أن تسلم مفاتيح مكة والمدينة، وكان سليم كريما مع ابن أمير مكة الشريف بركات الذي جاء يعلن خضوع الحجاز للدولة العثمانية. وفي مصر أعاد سليم تنظيم البلاد وأصدر قانون نامى مصر لهذا الغرض. مسألة انتقال الخلافة إلى العثمانيين. عندما انتصر السلطان سليم في موقعة مرج دابق أسر الخليفة العباسي المتوكل على الله محمد بن المستمسك بالله، وكان في صفوف جيش السلطان الغوري، وفي أول صلاة جمعة صلاها السلطان سليم في الجامع الكبير بحلب عد خليفة، وخطب له في سوريا باعتباره خليفة للمسلمين وسكت العملة باسمه. وتقول إحدى الروايات التاريخية إن الخليفة المتوكل تنازل عن الخلافة لبني عثمان في مراسم جرت في آيا صوفيا بعد عودته مع السلطان سليم إلى اسطنبول. ويقول بعضها الآخر إن الخليفة المتوكل قلد السلطان سليما السيف وألبسه الخلعة في جامع أبي أيوب الأنصاري بعد مراسم آيا صوفيا،
وأنه اشترك في هذه المراسم علماء الأزهر الذين سافروا إلى اسطنبول وعلماء الدولة العثمانية، وأن الخلافة انتقلت إلى بني عثمان بقرار هذا المجلس. اتسعت رقعة الدولة العثمانية في عهد سليم الأول بعد أن ضم إليها مصر والشام والجزيرة العربية. وبعد عودته إلى العاصمة اسطنبول وجد فتنة شيعية قد اشتعلت في منطقة طوقاد الأناضولية سنة 925 هجرية، فأرسل إليها أحد قواده فنجح في إخمادها والقضاء عليها وأعاد السكون إلى تلك المنطقة. وفي سنة 926 هجرية توفي سليم الأول من جراء خراج صغير في ظهره. السلطان سليمان القانوني. تولى السلطان سليمان القانوني عرش الدولة العثمانية بعد موت والده السلطان سليم الأول عام 926 هجرية، وحكم الدولة العثمانية مدة 46 سنة، وهي أطول مدة حكم فيها السلطان العثماني. كان عهد القانوني قمة العهود العثمانية، سواء في الحركة الجهادية أم في الناحية المعمارية أو العلمية أو الأدبية أو العسكرية. وكان هذا السلطان يؤثر في السياسة الأوروبية تأثيرا عظيما، حيث كانت الدولة العثمانية هي القوة العظمى دوليا في زمنه، ونعمت بالرخاء والطمأنينة. ابتلي سليمان في السنوات الأولى من عهده بأربعة تمردات شغلته عن حركة الجهاد، إذ إن موت سليم الأول ثم جلوس ابنه على العرش وهو صغير السن أتاحا الفرصة لكي يظن الولاة الطموحون إلى الاستقلال أنهم قادرون على ذلك. فلما وصل خبر تولية سليمان العرش إلى الشام، وكان جان بردي الغزالي واليا عليها من قبل الدولة العثمانية، تمرد وأشهر العصيان على الدولة. وجان بردي الغزالي هذا قائد مملوكي تعاون مع سليم الأول في حربه ضد المماليك، وكان أميرا طموحا وأودى به طموحه إلى أن ينقلب على المماليك ويتعاون مع سليم. فلما تولى سليمان أرسل الغزالي من الشام رسالة إلى خيربيك النائب العثماني على مصر، أوضح فيها الأول للثاني أن الوقت قد حان لإعادة الدولة المملوكية وبعثها من جديد، إلى أن والي مصر العثماني أرسل الرسالة هذه إلى العاصمة العثمانية ليطلع عليها السلطان سليمان. وهذه الرسالة موجودة الآن في قسم الأرشيف بمتحف طوب قابو سرابي. فأمر السلطان سليمان بقمع الفتنة فقمعت، وأرسل رأس الثائر إلى اسطنبول دلالة على انتهاء التمرد. أما التمرد الثاني فقام به أحمد باشا الخائن في مصر في عام 930 هجرية، وكان يطمح إلى أن يشغل منصب الصدر الأعظم ولم يفلح في هذا، لذلك طلب إلى السلطان أن يعينه واليا على مصر، فقبل السلطان. وما إن وصل مصر حتى حاول استمالة الناس وأعلن نفسه سلطانا مستقلا، لكن أهل الشرع في مصر وكذلك جنود الإنكشارية لا يعرفون إلا سلطانا واحدا خليفة لكل المسلمين هو السلطان سليمان القانوني، لذلك ثاروا ضد هذا الوالي المتمرد وقتلوه، وظل اسمه يكتب في كتب التاريخ مقرونا باسم الخائن. والتمرد الثالث ضد خليفة المسلمين تمرد شيعي علوي قام به بابا ذو النون عام 932 هجرية في منطقة الأناضول، حيث جمع ما بين 3000 و4000 ثائر وفرض الخراج على المنطقة، وقويت حركته حتى إنه استطاع هزيمة بعض القواد العثمانيين الذين توجهوا لقمع حركته. وانتهت فتنة الشيعة هذه بهزيمة بابا ذا النون وأرسلت رأسه إلى اسطنبول. والتمرد الرابع ضد الدولة العثمانية في عهد سليمان القانوني كان تمردا شيعيا علويا أيضا، وكان على رأسه قلندر جلبي في منطقتي قونيا ومرعش، وكان عدد أتباعه 30 ألف شيعي
قاموا بقتل المسلمين السنيين في هاتين المنطقتين. توجه بهرام باشا لقمع هذا العصيان فقتله العصاة، ثم نجحت الحيلة معهم، إذ إن الصدر الأعظم إبراهيم باشا قد استمال بعض رجال قلندر جلبي، فقلت قواته وهزم وقتل. بعد هذا هدأت الأحوال في الدولة العثمانية، وبدأ السلطان سليمان في التخطيط لسياسة الجهاد في أوروبا. بدأ العثمانيون في عصر سليمان فتوحاتهم في أوروبا بفتح أهم مدن البلقان، وهي بلغراد التي كان المجريون يتولون حمايتها. وكانت علاقة العثمانيين بالمجريين في هذا الوقت متوترة، إذ كان سليمان قد أرسل إلى ملك المجر رسولا يعلنه بتولي سليمان عرش العثمانيين، فقتل الملك المجري رسول سليمان ويدعى بهرام جاووش، فأعلن السلطان العثماني الحرب على المجر، وحاصرت القوات العثمانية بلغراد من البر ومن النهر، وسلمت بلغراد بعد شهر واحد من الحصار عام 927 هجرية، واتخذها العثمانيون قاعدة حربية تنطلق منها قواتهم في فتوحاتهم الأوروبية. وأثناء حرب بلغراد هذه استولى العثمانيون أيضا على قلاع مهمة في منطقة بلغراد مثل صاباج وسلان كامن وزملين. وبعد 5 سنوات من استيلاء العثمانيين على بلغراد، أخذ ملك المجر لايوش يجمع القوى الأوروبية لمحاربة العثمانيين، وكتب إلى كل من شارلكان الإمبراطور الألماني وفرديناند الأرشيدوق النمساوي يطلب منهما التحالف معه ضد العثمانيين. وفي الوقت نفسه كان السلطان سليمان القانوني يستعد لمحاربة المجر، فتحرك بجيشه في سنة 932 هجرية في أكثر من 60,000 جندي حتى وصل إلى صحراء موهاج المجرية، وهناك دارت معركة ضخمة من معارك الإسلام في يوم 21 من ذي القعدة 932 هجرية. هزم فيها العثمانيون الجيش المجري، وكان من أرقى الجيوش الأوروبية ومعروف بفرسانه المدرعين، ولعبت المدفعية العثمانية دورها في هذا النصر السريع الذي أحرزه الجيش العثماني في ساعتين، على الرغم من قطعه مسافات طويلة حتى وصل إلى أرض المعركة. وقد تكبد الجيش المجري خسائر هائلة فلم تقم له قائمة، فقد أسر العثمانيون حوالي 25,000 جندي، وتعرض نحو 75,000 للقتل أو للغرق في مستنقعات موهاج، وكان الملك المجري لايوش ممن مات غرقا في هذه المستنقعات. وقد رفعت الرايات العثمانية فوق العاصمة المجرية بشت، ولم تكن قد عرفت باسمها الآن بودابست، وأعلن منها السلطان سليمان القانوني خضوع مملكة المجر للحماية العثمانية، وأصدر أمرا بتعيين جون زابوليا أمير منطقة أردل المجرية ملكا على المجر، وهو الذي تعرفه المصادر الشرقية باسم الملك يانوش، وعاد سليمان إلى اسطنبول بجيوشه. بعد 3 سنوات من الحملة العثمانية لفرض الحماية الإسلامية على مملكة المجر، جاءت رسالة إلى سليمان من يانوش ملك المجر، يقول فيها بأن أرشيدوق النمسا فرديناند يستعد لأخذ المجر منه بعد أن قام الكثير من أمراء المجر بتأييده ملكا على المجر بدلا من يانوش. واستولى فرديناند بالفعل على مدينة بودين من الملك المجري التابع للعثمانيين. وفي رمضان سنة 935 هجرية تحركت الجيوش العثمانية من اسطنبول إلى المجر، واستعاد سليمان القانوني مدينة بودين مرة أخرى. وفي احتفال مهيب توج القانوني جون زابوليا ملكا على المجر، ثم أصر السلطان سليمان القانوني على محاربة فرديناند، فحاصرت القوات العثمانية في المحرم سنة 936 هجرية مدينة فيينا عاصمة النمسا، واشترك في الحصار 120,000 جندي و300 مدفع. وقبل الحصار خرج ملك النمسا من عاصمته وانسحب بعيدا عنها، وقامت معارك كبيرة أمام أسوار فيينا، لكن الجيش العثماني لم يتمكن من فتحها،
إذ جاء الشتاء وبدأت المواد الغذائية تنقص، وعادت القوات العثمانية جميعا دون التمكن من فتح فيينا. وبعد 3 سنوات من بداية الحمل على المجر وحصار فيينا، قام السلطان سليمان القانوني بمحاربة ألمانيا سنة 939 هجرية بسبب قيام أرشيدوق النمسا فردوناند بإرسال سفير إلى السلطان العثماني يطلب منه الاعتراف به ملكا على المجر. ولم يكتفي فردوناند بذلك، بل جرد حملة وحاصر بها مدينة بودين. وقامت الحامية العثمانية في هذه المدينة مع القوات المجرية المحلية بالدفاع عن المدينة. وصل السلطان العثماني إلى النمسا مارا بيوغوسلافيا والمجر، وكانت القوات العثمانية المشتركة في هذه الحملة تقدر ب200,000. ولم يحاصر العثمانيون فيينا هذه المرة، بل توجهوا لتأديب أسرة هابسبرغ العريقة، لكن آل هابسبرغ وقوادهم خافوا مواجهة السلطان سليمان العثماني عندما علموا بوصوله. ولما لم يتحركوا للحرب، أرسل سليمان إلى فردناند رسالة كلها احتقار دفعا لحماسه إلى الحرب، لكن آل هابسبرغ لم يتحركوا، وصدرت للمغيرين أوامر بالقيام بعمليات عسكرية سريعة في داخل ألمانيا. غنموا فيها وأسروا وانتصروا، وعندما حل الشتاء عادت الحملة العثمانية بأكملها إلى اسطنبول. أسفرت الحملة العثمانية على ألمانيا عن خوف فردناند وإيمانه بأن لا قوة في أوروبا تستطيع التصدي لسليمان العثماني، فاضطر فردناند إلى طلب الصلح، فوافق السلطان بشرط أن يعترف بأن بيانوش ملك على المجر تحت الحماية العثمانية، وأن يدفع 300,000 دوقة ذهبية جزية للدولة العثمانية. الجبهة الأوروبية مات يانوش عام 947 هجرية، ولم يكن له إلا طفل صغير، فقامت الملكة إيزابيلا بالكتابة إلى السلطان العثماني تقول لها إنها تريد أن يكون ابنها هو الملك، وكانت تدرك أن فردناند أرشيدوق النمسا يطمع في ملك المجر، بل وتحرك وحاصر بودين فعلا. وسريعا ما تحرك جيش العثمانيين بقيادة السلطان سليمان القانوني نحو بودين، وما إن سمع النمساويون بقرب القوات العثمانية حتى تركوا حصار المدينة وهربوا. وعند انسحابهم كانت بعض وحدات العثمانيين بقيادة الوزير محمد باشا تلحق بهم الخسائر الفادحة أثناء انسحابهم. وفي عام 948 هجرية دخل السلطان بودين وأمر بتحويل أضخم كنائسها إلى جامع للمسلمين، كما أمر بإلحاق هذه المنطقة المهمة من المجر بالدولة العثمانية تحت اسم ولاية بودين، وأمر بتعيين سيغموند الابن الطفل لملك المجر يانوش أميرا على إمارة أردل التي كان يحكمها أبوه قبل أن يصبح ملكا على المجر. ثم عاد السلطان إلى العاصمة، لكن فردناند لم يسكت، فقد أقنع البابا بول الثالث بضرورة تكوين حملة صليبية قوية لكي تستريح أوروبا من العثمانيين بالتخلص منهم والقضاء عليهم. فتحركت هذه الحملة إلى بودين عام 949 هجرية وحاصرتها حصارا محكما، لكنها فشلت في الاستيلاء عليها. ولما وصلت أخبار هذه الحملة إلى السلطان سليمان، تحرك مرة أخرى عام 950 هجرية إلى أوروبا واستولى على أهم القلاع المجرية التي كانت في يد النمساويين، وهما أستركون وستوني بلغراد. أما في جبهة الدولة العثمانية مع عدوها الدولة الصفوية فنذكر ما يلي. في عام 930 هجرية تولى الحكم في الدولة الصفوية الشاه طهماسب ابن الشاه إسماعيل، وكان طهماسب عدوا للعثمانيين، فرغب في التحالف مع القوى الأوروبية لحصر العثمانيين بين القوتين والقضاء على دولتهم. فأرسل طهماسب إلى شارلكان سفيرا يطلب منه التحالف معه، وكانت البداية الحقيقية للنزاع هذه المرة بين العثمانيين والصفويين، حين طلب ذو الفقار خان حاكم بغداد الدخول تحت حماية العثمانية، فأرسل له الشاه من يقتله عام 935 هجرية، ودخلت القوات الصفوية بغداد،
وعلى الجانب الآخر قام شرف خان حاكم بطليس بخيانة العثمانيين وتحالف مع الصفويين. عندئذ أعلنت الدولة العثمانية الحرب على الصفويين، وتحرك الصدر الأعظم إبراهيم باشا فدخل تبريز دون مقاومة تذكر، ومن خلفه كان السلطان سليمان القانوني يقود الجيوش العثمانية إلى الهدف نفسه. ودخل تبريز عام 941 هجرية، ثم اتجه إلى بغداد فسلمت القوات الصفوية عام 941 هجرية. وكان سليمان قد استولى على أذربيجان وعبر جبال زاغروس الإيرانية ومنها إلى بغداد، وسميت هذه الحملة حملة العراقين، أي العراق العجمي وهو أذربيجان والعراق العربي. وبهذه الحملة دخلت العراق في كنف الدولة العثمانية. وعندما انسحب العثمانيون استرجع الصفويون المنطقة، مما جعل السلطان يعزم على تأديب الصفويين مرة أخرى، وهذا ما سمي باسم الحملة الثانية على إيران، وكانت عام 955 هجرية، واسترجع فيها تبريز وأضاف إليها قلعتين وان وآريوان. لكن انسحاب العثمانيين وعودتهم جعلت الإيرانيين ينتهزون فرصة انشغال الدولة في أوروبا ويعودون مرة أخرى. فقام سليمان بحملته الثالثة ولم يحصل على نتيجة مباشرة، إذ إن طهماسب خاف من مجابهة الجيوش العثمانية. فلما عاد سليمان إلى بلاده وعند وصوله إلى أماسيا وصلت إليه رسل طهماسب للصلح، فقبل السلطان توقيع معاهدة أماسيا عام 963 هجرية، وبموجبها تقررت أحقية الدولة العثمانية في كل من أريوان وتبريز وشرق الأناضول. أما ما كان من أمر السلطان مع فرنسا فقد بدأ أول ما بدأ أثناء حرب القانوني في المجر، فقد لبى السلطان طلب الدعم الذي تقدم به فرانسوا الأول ملك فرنسا وأمه، وأنقذه من ضغوط شارلكان عليه. أما لماذا قبل السلطان سليمان القانوني أن يساعد فرنسا؟ فذلك لأن الأوروبيين كانوا ينظمون حملات صليبية على الدولة العثمانية وعلى العالم الإسلامي، ولا يكلون من هذا رغم هزائمهم المتكررة. فانتهز القانوني فرصة النزاع بين شارلكان وفرانسوا ملك المجر، وفكر في تحييد فرنسا وإبعادها عن المعسكر المسيحي واتخاذها مانعا أوروبيا ضد أي تجمع صليبي يستهدف العثمانيين. وبعد عودة السلطان سليمان من حملته البغدادية منتصرا، وقع مع فرنسا معاهدة عام 942 هجرية منح بموجبها السلطان لفرنسا بعض الامتيازات التجارية، مثل إعطاء تخفيض جمركي خاص للسفن الفرنسية التي تصل إلى الموانئ العثمانية. وتم الاتفاق على أن هذه المعاهدة تسري ما دام الحاكمون على قيد الحياة، لكن الفرنسيين نجحوا في تجديدها كلما جد السلطان الجديد، حتى وصل الأمر إلى تثبيت هذه الامتيازات رسميا عام 1153 هجرية. كان القانوني معوانا لفرنسا، فقد أمدها بمعونات عسكرية وأرسل قباطنته العظام مثل خير الدين بربروس وطورغود رئيس وتحت إمراتهما الأساطيل العثمانية إلى فرنسا لمؤازرتها. وفي عهد القانوني تم فتح جزيرة رودوس عام 928 هجرية. ورودوس ذات موقع استراتيجي مهم بالنسبة إلى الأناضول والدولة العثمانية، وكانت تضرب السفن التي تسير في شرق البحر المتوسط بين الأناضول ومصر وسوريا. وسبق أن حاصرها السلطان محمد الفاتح ثلاث مرات فلم ينجح في فتحها. وكان انتصار العثمانيين على فرسان القديس يوحنا الذين يحكمون الجزيرة انتصارا هائلا، حيث كانت رودوس أقوى قلعة بحرية في ذلك الوقت. وبعدها سمح السلطان للفرسان المقاتلين بالخروج من رودوس بكل ما يستطيعون حمله في سماحة وكرم. خير الدين بربروس أحد أربعة أخوة اشتهروا في التاريخ الإسلامي، وكانوا يعملون في البحر المتوسط، وفي إحدى أسفارهم قتل فرسان رودوس أخاهم إلياس وأسروا أوروج الذي استطاع الهرب، وراح يتنقل بين الموانئ حتى استقر بجزيرة جربة الواقع بين تونس وليبيا سنة 919. وبمجيئه هو وأخيه خير الدين
تغير سير تاريخ الشمال الإفريقي كله، حيث استطاعا أن يشتريا قسما من الساحل التونسي ويؤسس قاعدة للحملات ضد الصليبيين، وقاما علاقات حسنة مع قانصو الغوري سلطان مصر وأبي عبد الله الخامس سلطان تونس، الذي وافق على إعطائهما قلعة حلق الوادي، وكانت ميناء متحكما في خليج تونس، مقابل إعطاء السلطان خمس الغنائم. ولما بدأت القوة البحرية للأخوين في الاتساع، أخذت تضرب السفن الصليبية على نطاق واسع، ونجحت في الاستيلاء على مدينة بجاية سنة 922 هجرية، واتخذتها قاعدة بحرية للصراع مع قوة إسبانيا البحرية. وبعد استشهاد أوروج المعروف في المصادر التاريخية العربية باسم عروج في إحدى معاركه، طلب أخوه خير الدين المعروف في المصادر الأوروبية باسم بربروس أي ذي اللحية الحمراء مساعدة العثمانيين بعد استيلاء السلطان سليم على مصر، وقد أذن له السلطان بالحصول على كل ما يحتاج إليه من سواحل الأناضول في مقابل سيطرة الدولة العثمانية على الجزائر، وقام خير الدين بحكمها نيابة عن السلطان. ولم تتمكن الدولة العثمانية من تنفيذ هذا الاتفاق بسبب انشغالها بغزو جزيرة رودوس، وكان قراصنتها يأسرون أعدادا كبيرة من السفن التي كانت تجلب الغلال والذهب من الولايات العربية وتنقل الحجاج إلى الأماكن المقدسة. وبغزو المجر ومواجهة الصفويين وبناء أسطول جديد يمكنه مواجهة البرتغاليين، لهذا آثر البحارة المسلمون في الشمال الإفريقي الاعتماد على أنفسهم إلى أن تتمكن الدولة العثمانية من مد يد المساعدة لهم. وقد قام خير الدين بسلسلة من الغارات على الأسطول الإسباني، كما قام في الوقت نفسه بسبع رحلات من الجزائر إلى ساحل الأندلس، تمكن خلالها من نقل 70,000 مسلم أندلسي، فأنقذهم بذلك من الموت حرقا باسم محاكم التفتيش. اهتم السلطان سليمان القانوني برفع نظام الجزائر من نظام اللواء العثماني إلى نظام الإيالة، أي إقليم شبه مستقل، وولى عليها خير الدين بربروس سنة 925 هجرية، ووكل إليه قيادة حملات غرب البحر المتوسط. وقد حاول الملك الإسباني القضاء على أسطول خير الدين، لكنه كان يتكبد في كل مرة خسائر فادحة. ولعل أعظم انتصاراته البحرية في البحر المتوسط يتمثل في موقعة بروزا سنة 945 هجرية، التي تعد من المعارك البحرية الخالدة في التاريخ الإسلامي الحديث. فقد دعا البابا بولا الثالث الجيوش الأوروبية إلى الاتحاد ضد العثمانيين، وتكون منهم تحالف بحري ضم أكثر من 600 سفينة و60,000 جندي، يقودها أندريا دوريا وهو من أمهر القادة البحرية في ذلك الوقت. وتكون الأسطول الإسلامي من 122 قطعة بحرية و22,000 جندي، والتقى الأسطولان في الرابع من جماد الأولى سنة 945 هجرية أمام بروزا، ولم تستمر المعركة أكثر من 5 ساعات، تمكن في نهايتها خير الدين من حسم المعركة لصالحه، وفر القائد أندريا دوريا هربا بحياته. ونظرا لجهود خير الدين وانتصاراته التي حققها، قام السلطان سليمان القانوني بتعيينه في القيادة العامة للقوة البحرية العثمانية وناظرا للحربية، واستقدمه إلى اسطنبول مع طاقمه المكون من 19 أميرلاي. وتوفي خير الدين في اسطنبول سنة 953 هجرية، تاركا أسطوله الذي بناه بأمواله للدولة، وترك أموالا وفيرة أوقفها لأعمال الخير. واستطاع خلفاء خير الدين من بعده أن ينتزعوا من الإسبان ما احتلوه من الجزائر، باستثناء وهران التي بقيت في أيديهم حتى القرن 18. كانت طرابلس الغرب في تلك الفترة تحت حكم فرسان مالطة المسيحيين، فأصدر السلطان سليمان القانوني أوامره إلى قبطان البحر العثماني طورغود رئيس بتخليص طرابلس الغرب من النفوذ المسيحي، فقام بمحاصرة طرابلس الغرب بأسطوله حصارا شديدا، فاضطرت حاميته المسيحية إلى التسليم في سنة 959 هجرية، وعين السلطان القبطان طورغود رئيس واليا على طرابلس الغرب. واجه العثمانيون نفوذ البرتغاليين في المحيط الهندي والخليج العربي، وكانت تلك المواجهة أحد الأسس الثابتة في السياسة الحربية للعثمانيين، فاستولى أويس باشا والي اليمن على قلعة تعز
سنة 953 هجرية، ثم نجح في ضم صنعاء. وفي الوقت نفسه حاصر بيري رئيس قلعة هرمز التي كان يسيطر عليها البرتغاليون، لكنه لم ينجح في الاستيلاء عليها، فدخل ميناء بندر عباس الإيراني. واعترفت إمارات عمان وقطر والبحرين بتبعيتهم للدولة العثمانية، على حين ظلت مسقط تنتقل من السيطرة العثمانية إلى الاحتلال البرتغالي، حتى نجح العثمانيون في إخراج البرتغاليين منها نهائيا في سنة 1060 هجرية. وقد أدت هذه السياسة في مواجهة البرتغاليين إلى الحد من عربدتهم في المياه الإسلامية، ولم يعد ممكنا أن يجتاز البرتغاليون باب المندب وسط السيطرة العثمانية. وفي صفر سنة 974 هجرية اشتد المرض بالسلطان سليمان وهو يحاصر مدينة سكتوار المجرية، ثم توفي في 20 من صفر سنة 974 هجرية بعد أن قضى في الحكم 46 عاما قضاها في توسيع دولته وإعلاء شأنها، حتى بلغت في أيامه أعلى درجات القوة والكمال وفي وضع النظم الداخلية للدولة، حتى اشتهر بلقب القانوني.